السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لعبة اللعب الصف الثالث والثانوي الأدبي. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتكملة الدرس السابق وهو كان بعنوان الإنتاج الصناعي العربي. اليوم سوف نأخذ صناعة الغزل والنسيج والملابس، تمام؟ سوف نقوم بتكملة الدرس بناخذ القسم الثاني منها وهي صناعة، طبعا أخذنا القسم الأول الصناعة الغذائية في الوطن العربي. الآن سوف نتكلم عن صناعة الغزل والنسيج والملابس. طبعا هذه الصناعة لها أهمية كبيرة في الوطن العربي لأنها تعتبر من أقدم الصناعات في الوطن العربي. إذا أقدم الصناعات الموجودة التي وجدت في الوطن العربي هي صناعة الغزل والنسيج، وهي كذلك أكثر الصناعات انتشارا في الوطن العربي. إذا أهميتها تعتبر أقدم الصناعات وأوسعها انتشارا في الوطن العربي، وتوجد في معظم دول الوطن العربي. إذن هذه أهمية تنتشر في معظم الدول الوطن العربي. ثانيا، بلغت هذه الصناعة مستوى جيد من الإتقان بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الدولية. إذن هذه الأهمية الثانية. إذن تتمثل أهمية صناعة الغزل والنسيج بأنها أقدم الصناعات وأوسع انتشارا في الوطن العربي. ثانيا، بلغت مستوى من الإتقان والجودة يمكنها المنافسة في الأسواق الدولية. طبعا تقوم صناعة الغزل والنسيج على الألياف الطبيعية، على الخام الطبيعي، مثلا القطن، الحرير، الصوف، الوبر، الشعر إلى آخره. إذا فهذه نسميها خامات طبيعية تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج. أما المصدر الثاني التي تقوم عليها صناعة هي الألياف التركيبية. إذا كان عندي ألياف طبيعية، خامات طبيعية، وألياف تركيبية مثل الفيزوكوس، ومعظم الدول العربية تنتج الخيوط البلاستيكية اعتمادا على ما ينتج عن الصناعات البتروكيماوية. إذا هذه هي مصادر قيام صناعة الغزل والنسيج في الوطن العربي. طبعا وتقسم الدول العربية التي تقوم فيها صناعة الغزل والنسيج في الوطن العربي 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي مجموعة الدول العربية أو مجموعة الدول الكبيرة الأهمية، طبعا يعني توجد فيها صناعة الغزل والنسيج بشكل كبير خاصة في سوريا، مصر، المغرب. في عندنا مجموعة دول متوسطة الأهمية مثلا الجزائر، تونس، والعراق. أخيرا مجموعة الدول الصغيرة الأهمية هي اليمن والأردن، ليبيا، الصومال إلى آخره. إذا هذه تقسيم الدول العربية حسب تواجد فيها صناعة الغزل والنسيج من 3 مجموعات. نعم طلابي، من يقرأ؟ سامعيني طلابي؟ نعم أستاذ، نعم سامعينك. سامعينك. وفي نسبة رافعة إيدها. نعم يا محمد. نعم أستاذ، صناعة الغزل والنسيج والملابس أهمية وشهرة عالمية. تأتي أهمية صناعة الغزل والنسيج والملابس بأنها هي أقدم الصناعات وأوسعها انتشارا، حيث تنتشر في معظم الدول العربية، وبلغت مستوى من الإتقان والجودة يمكنها المنافسة في الأسواق الدولية. أنواع الغزل والنسيج هي تقسم إلى 3 أنواع أو نوعين، هي ألياف طبيعية مثل القطن والكتان والقصب والحرير الطبيعي والصوف والوبر والشعر، والألياف التركيبية مثل الفيسكوز والألياف المصنعة كالخيوط البلاستيكية أو بما تعرف بالخيوط البلاستيكية. طيب، ومصدر الألياف بعضها منتج داخليا وبعضها مستورد، وتقسم الدول العربية التي تنهض فيها صناعة الغزل والنسج إلى 3 مجموعات، هي مجموعة الدول كبيرة الأهمية وتضم كلها من سوريا ومصر والسودان والمغرب، ومجموعة الدول المتوسطة الأهمية وهي الجزائر وتونس والعراق، ومجموعة الدول قليلة الأهمية وهي اليمن والصومال والأردن. نعم أستاذ، أحسنت. إذن هذا أخلاق. تقسيم الدول العربية التي تقوم فيها صناعة الغسل والنسيج إلى 3 مجموعات. طبعا اين تنطبق او اين توجد مصانع النسيج؟ طبعا توجد مصانع النسيج في المناطق التي تتوافر فيها المادي الخام او مصانع الغزل، بينما ترتبط صناعه الصباغه والطباعه والتصليب والتجهيز هذه المرتبطه بصناعه الغزل والنسيج في مصانع النسيج.
طبعا يمكن نوعين، توجد نوعين من مصانع الغزل والنسيج في الوطن العربي، مراكز قديمة ومراكز حديثة. فمثلا مصر توطنت صناعة الغزل والنسيج في المراكز القديمة في مدن المحلة الكبرى والإسكندرية وفي القاهرة وحلوان. أما حديثا فقد طبعا قامت مصانع الغزل والنسيج في المناطق التي تتوافر أو توجد فيها الخام، يعني القطن أو النسيج، وخاصة في منطقة الوادي ومنطقة دلتا مصر. طبعا بالرغم من أن الصناعات النسيجية في الدول العربية كسوريا والسودان تتميز بميزتين، هما إقامة صناعة منافسة من خلال توافر مواد الخام ورخص اليد العاملة. إذن تتميز الصناعات النسيجية في مصر والسودان والمغرب بميزتين هامتين، هما إقامة صناعة منافسة للصناعات الأجنبية، ثانيا رخص اليد العاملة وتوافر اليد الخام. فعلى الرغم من انخفاض الكفاءة الإنتاجية لآلات وعمالها الذين يأخذ الكثير من المكاسب الاقتصادية للحصول على الكثير من المكاسب الاقتصادية فيها. إذن هذه هي صناعة الغزل والنسيج في الوطن العربي. الموقع، وهذه في مصر. نعم، من يقرأ هذه؟ راما. لا أستاذ، أنا رافع إيدي بس حتى أعرف من بأي درس، لأنني ما قدامي كتاب، بدي أفتح من الملخص PDF، بس بدي أعرف بأي صفحة حتى أقرأ من PDF. صفحة، لا أعرف الصفحة صراحة، بس الكتاب الصفحة بالكتاب 110. تمام. نعم، اقرأي نعم فاطمة. ايش كيفك أستاذ؟ من الأول. الموقع، الموقع: تقع مصانع النسيج في مناطق صناعة الغزل للحصول منها على المادة الخام، مثال مصر هناك مراكز لصناعة الغزل والنسيج قديمة في محل الكبرى والإسكندرية وكفر الدوار وحلوان، بما تفسر تركز صناعة الغزل والنسيج القديمة في المحل الكبرى والإسكندرية بسبب وجود ميناء تصدير القطن الخام. هناك مراكز لصناعة الغزل والنسيج حديثة في الوادي والدلتا لتحقيق ظاهرة الانتشار الجغرافي وتوزيعها، فنشأت 26 مركز جديدة، منها شبين، الكوم وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ بسبب وفرة المادة الخام. أستاذ، بما تفسر منافسة الصناعة النسيجية في مصر والسودان والمغرب وسوريا الدول الأخرى بسبب: واحد، توفر مادة الخام، اثنين، رخص اليد العاملة. نعم، اليد العاملة. أكملي. طبعا هنا تنخفض المكاسب الاقتصادية في الصناعة النسيجية في مصر والسودان للأسباب التالية. أستاذ ما طلعت عند الصورة. هي هلا طلعت. بما تفسر انخفاض المكاسب الاقتصادية في الصناعة النسيجية في مصر والسودان وسوريا والمغرب بسبب نقص اليد العاملة المدربة، انتشار الأمية بين العاملين في هذا القطاع، افتقار إلى الأطر الفنية المتخصصة، قلة الأبحاث العلمية والتقنية في مجالها. إذن أدى نقص اليد العاملة المدربة، انتشار الأمية بين العاملين في قطاع الصناعة النسيجية، الافتقار إلى الأطر الفنية المتخصصة، قلة الأبحاث العلمية والتقنية في مجال الصناعة النسيجية، أدت هذه الأمور إلى انخفاض المكاسب الاقتصادية الصناعات النسيجية في كل من مصر والسودان والمغرب بشكل عام. إذن هذه هي الصناعة النسيجية في الوطن العربي.